مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. طبعا في البدايه لازم اقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين بخير وبصحه وبسلامه بمناسبه راس السنه الهجريه، ويا رب ان شاء الله يكون عام كله خير وبركه على كل الامه الاسلاميه. طيب النهارده كمان بنحتفل بذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم، واحد من اهم اساطير ورموز النادي الاهلي، واحد من اهم رواد النادي الاهلي والكوره في مصر، اكيد كره القدم المصريه والعربيه والافريقيه. وقد طبعا الراحل صالح سليم طور في تطوير النادي الاهلي لحد ما اصبح نادي القرن الافريقي. صالح سليم يوم 11 سبتمبر سنة 1930 وتوفى يوم 6 مايو سنة 2002. تولى كابتن صالح سليم منصب مدير الكرة في النادي الأهلي سنة 1971 و72، وبقى رئيس للنادي الأهلي سنة 1980 لحد سنة 1988، وبعد كده قرر أنه هو يبتعد عن الساحة ويسيب طبعا فرصة تانية لآخرين عشان يخوضوا التجربة. ولكن طبعا بسبب سوء نتائج فريق النادي الأهلي في سنة 1990 رجع مرة تانية كابتن صالح سليم عشان يعيد الاستقرار مرة تانية للنادي الأهلي، وقدر طبعا صالح سليم وقتها باسمه وبإنجازاته أنه هو يوجد الاستقرار جوه النادي الأهلي وبشعوره طبعا المعروف الأهلي فوق الجميع، ومقولته الشهيرة الأهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه. طبعا حاس صالح سليم وقتها على احترام ومحبة كل مشجعين ومتابعين الكرة المصرية، مش بس مشجعين النادي الأهلي، طبعا بإخلاص وحبه للنادي الأهلي وعطائه اللي استمر لحد وفاته سنة 2002. وخلال طبعا رئاسته للنادي الأهلي حقق إنجازات كتير جدا وبطولات كتير. رحمة الله طبعا على كابتن صالح سليم اللي هتفضل أكيد ذكراه في قلب وعقل كل أهلاوي. كمان هنتكلم النهارده عن الإدارة التنفيذية الخاصة بترتيبات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم 28 سبتمبر الجاري. عقدت اجتماع مهم يوم الثلاثاء النهارده عشان الملفات الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بناء على تعليمات اللجنة المركزية ومجلس الإدارة برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب، وترأس كمان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الاجتماع في حضور ممثلي إدارات النادي المختلفة، وتضمن الاجتماع التالي تصور للخيمة اللي هيتم التصويت فيها. هيتم توفير طبعا مداخل ومخارج مناسبة عشان يتجنبوا التكدس والازدحام، وكمان الترتيبات الخاصة بتسهيل نقل الأعضاء لمقر النادي الأهلي في الجزيرة. تم التأكيد برضو على التنسيق مع الجهات الأمنية والحماية المدنية عشان يتخذوا كل ما يلزم من ترتيبات، بالإضافة طبعا لمخاطبة اللجنة الأولمبية عشان يتأكدوا من تواجد إشراف قضائي. كمان بالنسبة بقى لفريق كرة القدم، بعثة الفريق سافرت النهاردة الساعة 8 الصبح على طيارة خاصة متجهة لغينيا عشان تواجه طبعا فريق هرايا كوناكري في مباراة الذهاب في دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا. البعثة وصلت خلاص الدار البيضاء في المغرب، هتقعد هناك حوالي ساعتين ونص أو هتقعد هناك ساعة، لكن الرحلة ساعتين ونص، وبعد كده هتحط بنزين أو وقود في الطيارة وبكده تتجه إن شاء الله لهرايا في غينيا، والرحلة هتستغرق 3 ساعات من المغرب لغينيا. المباراة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، بتوفيق أكيد للنادي الأهلي إن شاء الله يكون الفوز حليفه. طيب هنناقش بقى الكلام ده وكلام تاني كتير جدا وأخبار كتيرة في حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله النهاردة هيكون ضيفنا أستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي في جريدة الجمهورية. بالتأكيد طبعا هستنى مشاركاتكم كالعادة على صفحة القناة على الفيسبوك على تويتر وعلى انستجرام. دلوقتي هنبتدي معاكم حلقتنا باهم العناوين. اللجنه الاولمبيه بتشيد بلائحه الاهلي. مجلس الاهلي يعتمد تعديل 31 بند في اللائحه. الخطيب يطالب بتوفير لائحه النظام الاساسي للاعضاء قبل 28 سبتمبر.
بعثة الفريق الأول في الطريق لغينيا استعدادا لربع نهائي إفريقيا. مكافأة خاصة تنتظر لاعبي الأهلي للفوز على هرويا. طبيب الأهلي يؤكد جاهزية وليد سليمان وغياب مروان محسن. اتحاد الكرة يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة طلبات محمد صلاح. كالعادة طبعا هنبتدي معاكم حلقتنا بأهم الأخبار والمنشطات اللي اتقالت عن النادي الأهلي لكن في الجرايد. الأهرام الخطيب يطالب إدارة الأهلي بتوفير لائحة النظام الأساسي للأعضاء قبل عمومية 28 سبتمبر. الفريق يغادر لكوناكري اليوم استعدادا لمواجهة هرويا في دوري الأبطال الأفريقي. اللجنة الأولمبية تشيد بمشروع لائحة النظام الأساسي للأهلي. حطب أطالب الأندية بالسير على خطى الأهلي والتعديلات لم تستغرق وقت طويل. الأخبار اليوم، الأهلي يطير لغينيا بطائرة خاصة لمواجهة هرويا. الخطيب يشكر الأولمبية ويهدي حطب درع النادي ويطالب بتوفير الراحة للأعضاء. الأهلي في غينيا اليوم، الكرة العرضية السلاح الأحمر في مواجهة الهرويا. كارتيرون يدفع بالقوة الضاربة أزارو وسليمان والشناوي. الشروق، الأهلي يرصد مكافأة خاصة للفوز على هرويا في غينيا. كارتيرون يحذر اللاعبين من عرضيات الفريق المنافس. مروان يغيب للإصابة. يوسف تنتظرنا مباراة صعبة ونخوض مبارياتنا بهدف واحد. في الأخبار المسائي، الأهلي يرتب أوراقه في كوناكري. الفريق في غينيا استعدادا لهرويا والخطيب يكثف اتصالاته لخوض الإياب في السلام. الجمهورية، الأهلي يخطط للميركاتو مبكرا. الفريق يتوجه لكوناكري استعدادا للغيني والخطيب يطالب بالصياغة النهائية للائحة. الأهلي يربط رحيل معلول في الشتاء بالتعاقد مع بديل سوبر. الأحمر يستنجد بالوزير للنقل مواجهة هرويا والفريق يطير لغينيا لمواجهة هرويا في دوري الأبطال. إيقاف نور الدين شهرين، استبعاده من لقاءات الأهلي والزمالك. الحكم يعترف بخطئه بعدم طرد محمد الشناوي واللجنة تحمل أزمة ركلة الجزاء لأبو خاطر. هنبتدي بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. هنبتدي من جريدة الأهرام اللي أكدت على أن كابتن محمود الخطيب طلب من الأهلي أو طلب من إدارة النادي الأهلي ضرورة توفير نسخ من لائحة النظام الأساسي عشان يوزعوها على الأعضاء قبل الاستفتاء يوم 28 سبتمبر القادم. في الشروق كمان قالت أن اللجنة الأولمبية أشادت بلائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وأن رئيس اللجنة الأولمبية هشام أبو حطب طالب الأندية بالسير على خطى النادي الأهلي وأكد على أن التعديلات في لائحة النادي الأهلي لم تستغرق وقت طويل. في الأخبار كمان قالت أن كابتن محمود الخطيب قدم الشكر للجنة الأولمبية للمجهود اللي بذلته مع إدارة النادي الأهلي عشان تحط اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي وأن رئيس النادي الأهلي أهدى لرئيس اللجنة الأولمبية درع النادي الأهلي تقديرا ليه طبعا ولمجهوداته. وفي باقي الأخبار ركزت الجرايد طبعا على فريق الكورة وسفر لغينيا لمواجهة هرويا كوناكري وأن النادي دلوقتي بيعد أو بيحضر مكافأة للفوز على هرويا كوناكري خارج الديار. وطبعا بيتكلموا عن جاهزية وليد سليمان للمباراة وغياب مروان محسن بسبب الإصابة. قالت روزا اليوسف كمان انه تم ايقاف ابراهيم نور الدين شهرين واتحرم من ادارة مباريات النادي الاهلي ومباريات نادي الزمالك. ده كان كلام الجرايد عن النادي الاهلي. تعالوا بقى نشوف معاكم مواقع الانترنت قالت ايه عن النادي الاهلي. الشروق، مجلس الاهلي يعتمد تعديل 31 بند في مشروع اللائحه الخاصه بالنادي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، لجنه المراه تحث عضوات الاهلي على المشاركه في عموميه 28 سبتمبر. بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة استعدادا لمواجهة هرويا.
طبيب الأهلي يؤكد جاهزية وليد سليمان لمواجهة هرويا. الأشعة تؤكد إصابة مروان محسن بشد في العضلة الأمامية. الشروق الأهلي يحقن السولية بالبلازما. طبيب الأهلي يحدد موعد عودة ربيعة للتدريبات الجماعية. يلا كورة قبل مواجهة الأهلي هرويا كوناكري يتأهل لنهائي الكأس. سراج التزام اللاعبين بالتعليمات وراء الفوز على دجلة. محمد الطيار نسعى لانطلاقة قوية قبل الموسم. الموقع الرسمي للنادي الأهلي رجال يد الأهلي يواجه الأولمبي وديا. هنبتدي معاكم اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي على مواقع الانترنت مع الشروق. الشروق قالت ان قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب في اجتماعه امبارح اعتبار ان الجلسه دي ممتده لحد يوم الخميس اللي جاي عشان يعتمدوا فيها الصوره النهائيه لمشروع لائحه النظام الاساسي. كانت اللجنه المركزيه لمشروع اللائحه تلقت اكثر من 3000 مقترح تم مراجعتهم ومناقشتهم كلهم، واستقر المجلس في النهايه على تعديل 31 بند بعد طبعا مراجعتهم من الناحيه القانونيه وفقا للميثاق الاولمبي. وجت قرارات المجلس في الاجتماع على النحو التالي: وافق مجلس الاداره على سفر حسام غالي منسق كره القدم ومحمد فاضل مدير اداره التعاقدات في النادي الاهلي وامير توفيق مدير اداره التسويق لاسبانيا في الفتره من 23 ولحد يوم 25 من شهر سبتمبر عشان يحضروا مؤتمر خاص بصناعه كره القدم عشان يقدروا يواكبوا احدث النظم العلميه المتعلقه بصناعة كرة القدم. كمان وافق المجلس على بيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجنوب أفريقي باكاماني مهلامبي. وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي، وافق المجلس على إقامة معسكر إعداد لفريق كرة اليد السيدات في إسماعيلية في الفترة من 7 لحد 14 أكتوبر اللي جاي، استعدادا طبعا للبطولة العربية المقرر إقامتها إن شاء الله في اسكندرية في الفترة من 15 لحد 25 أكتوبر اللي جاي. كمان وافق المجلس على إعارة إنجي عادل لاعبة الفريق الأول لكرة السلة لنادي هيريوبلس في الموسم الحالي 2018-2019. وكمان قرر المجلس بدء نشاط ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من الألعاب الرياضية في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، خصوصا طبعا بفرع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن أكدت عزة زيان رئيسة لجنة المرأة في النادي الأهلي أهمية مشاركة الجميع في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المقرر إن شاء الله أنها تتعرض على الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر الجاري. كمان قالت عزة زيان إن عضوات النادي الأهلي لازم يكون عليهم مسؤولية كبيرة جدا نحو ضرورة المشاركة في التصويت على اللائحة، خصوصا طبعا إن في العديد من المواد والبنود اللي بتعمل على تعظيم دور المرأة. اليوم مطار القاهرة متجهة طبعا لغينيا استعدادا لمواجهة هرويا كوناكري يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، وإن شاء الله هيكون في ترانزيت في الدار البيضاء. خلاص هم نزلوا فعلا الترانزيت لمدة ساعة عشان تزويد الطيارة بالوقود، وبيترأس البعثة دي طبعا كابتن أو الأستاذ عمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. وبيذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني أعلن قائمة النادي الأهلي، وجت القائمة على نحو التالي: محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، وليد سليمان، هشام محمد، سعد سمير، حسام عاشور، واحمد فتحي، محمد نجيب، ايمن اشرف، احمد حمدي، محمد هاني، مؤمن زكريا، اسلام محارب، ووليد ازارو، وكريم نادفد، وسليف كوليبالي، وصلاح محسن، وصبري رحيل، ناصر ماهر، احمد حمودي، واكرم توفيق، وعلي معلول. وليد سليمان وشنطة الاجوان، وكأنه كلمة السر وليد سليمان. وليد سليمان على طريق كريستيانو، وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري.
انما وليد ايه لعيب من اللعيبه اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. هنرجع مره تانية لاخبار النادي الاهلي من على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، واكد خالد محمود طبيب النادي الاهلي ان وليد سليمان لاعب النادي الاهلي جاهز طبيا لمباراه الاهلي مع هورايا كوناكري الغيني. ادى اللاعب التمرين امبارح كامل بعد ما كان بيشتكي من تورم في انكل القدم. طيب معانا دلوقتي على الهاتف كابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق. مساء الفل على حضرتك. مساء النور كابتن شيما، ازيك عامله ايه؟ اهلا بحضرتك منورنا. بنورك ومبروك على المكان الجديد، واكيد هنعمل الاضافه باذن الله. الله يخليك يا كابتن. طيب النهارده من اهم الاخبار والمنشطات اللي كانت موجوده على الجرايد كان روزر يوسف بيقول ايقاف نور الدين شهرين، استبعاده من لقاءات الاهلي والزمالك، الحكم يعترف بخطأه بعدم طرد الشناوي، واللجنه بتحمل ازمه رجله الجزاء لابو خاطر. اوكي طبعا ده خبر كبير طبعا، وهقوله لحضرتك باختصار. لا مفيش ايقاف تم رسمي خالص من لجنه الحكام لاي واحد من الحكام اللي اداروا مباراه الاهلي والانتاج، لان هم بعد المباراه بيقعدوا بيشوفوا الاحداث اللي حصلت والكور الجدليه اللي تمت. انما باختصار طبعا اي واحد بيدير مباراه ومش بيبقى موفق فيها تمام، وبتبقى كور واضحه زي كده، اللجنه بتقعد فتره طبعا حاجة استبعاد مثلا أو يلعب في أقسام تانية لغاية ما هو يعيد مستواه، بس مش بتبقى بشكل إيقاف. يعني هو ما وقعش عليه فعلا إيقاف من اتحاد الكورة، بس فعلا هيتم استبعاده من إدارة مباريات الأهلي والزمالك. ده شيء طبيعي يا كابتن شيما، طالما الحكم عامل مشكلة أو في مشكلة تمت مع أحد الفرق الكبيرة زي السنوات السابقة وفي أي دوري في العالم لازم اللجنة تستبعده من بعض المباريات ليها على الأقل مثلا دور كامل مثلا عبال ما الدنيا إيه تهدى ويرجع تاني في مباراة تانية. دي بتبقى إدارة لجنة، يعني لجنة عن لجنة كإدارتها بتختلف، بس ده الشيء الطبيعي. طيب انا عامل مشكله مع نادي مش هلعب له فتره. طيب كابتن في السنوات السابقه برضه. كابتن سمير بخبره حضرتك شفت الاخطاء الكارثيه دي ازاي؟ بصي وانا يعني بصي طبعا انا حللت المباراه دي، فانا قلت لهم ده اسهل استوديو تحكيمي. ليه؟ الاخطاء حدثت يا كابتن شيما هي مش طبيعيه، يعني واخده بالك؟ هي لا كارثيه. عارفه قانون بالظبط قانون كره القدم بيقول لك اذا كان في راي الحكم. اللي حصل النهارده ما كانش طبعا شيء طبيعي، واخده بالك؟ يعني الكره الفاول اللي حصل ده مش طبيعي، بس سوء توفيق من ثلاثه موجودين في المكان. كان ابراهيم نور ومحمد ابو خاطر وكمان المساعد الحكم. صحيح، واخده بالك؟ صحيح. فطبعا دي مش محتاجه شرح اكيد، يعني أكيد. الكره اللي احنا شايفينها على الشاشه دي مش محتاجه شرح، بس سوء توفيق الثلاثه اعتمدوا على بعض للاسف، ما شافوش الكوره بالشكل السليم، كل واحد اعتمد على الثاني. بس هي المسؤوليه طبعا تبقى منحصر بين الحكم الخامس وحكم المباراه ومساعد الحكم. طب والهدف اللي تم احتسابه تسلل؟ انا الصوت مش سامعه، في حاجه داخله معانا يا كابتن شيما. طيب كنت بسال حضرتك على الهدف اللي تم احتسابه ان هو تسلل. لا طبعا دي برضو مساعد الحكم الثاني، كرة سهلة جدا جدا، يعني صعب قوي ان حكم درجة ثالثة ما يشوفش كرة زي دي، بس بنيجي برضو سوء توفيق كامل لطاقم الحكام. مباراة سهلة تحكيميا صحيح، بس للأسف مشاكل كتيرة حصلت ما كانتش تصدر من طاقم حكام دولي أضر زي المباراة دي. صحيح، بشكرك جدا كابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، نورتنا في كلام في الميديا، ونرجع نكمل معاكم تاني اخبارنا الخاصه بالنادي الاهلي اللي اتنشرت النهارده على مواقع الانترنت. نروح للموقع الخاص بالشروق، الموقع ده قال ان اجرى مروان محسن مهاجم النادي الاهلي اشاعه مساء يوم الاحد، والاشاعه دي قالت ان هو عنده اصابه بشد من الدرجه الثانيه في العضله الاماميه، وقال خالد محمود طبيب النادي الاهلي ان اللاعب هيكون في حاجه لفتره راحه بتمتد من اسبوعين لثلاث اسابيع وفقا طبعا لاستجابته للعلاج. وخرج خلاص طبعا مروان محسن من بعثه النادي الاهلي واللي سافرت لغينيا، وجت طبعا اصابه مروان محسن بعد ما كان بيشارك مع المنتخب الوطني الاول في لقائه الاخير.
من الشروق برضو مكملين مع الشروق. والخبر التاني بيقول ان قال خالد محمود طبيب النادي الاهلي ان عمرو السولية لاعب وسط النادي الاهلي حصل على حقنة بلازما ودي الحقنة التالتة ليه ضمن برنامجه التأهيلي، وكمان خضع لبرنامج تأهيل مائي تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل والجهاز الفني في النادي الاهلي عشان يتعافى من اصابة العضلة الضمة. هيغيب طبعا السولية عن بعثة النادي الاهلي المتجهة لغينيا. لسه مكملين مع الشروق، وصرح خالد محمود طبيب النادي الاهلي ان رامي ربيعه مدافع الاهلي هيبدا في المشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل تدريجي بعد رجوع الفريق من غينيا، وان اللاعب لسه دلوقتي بيرجع طبعا بشكل كويس وماشي بشكل جيد في البرنامج التاهيلي، وربيعه طبعا كان بيعاني من اصابه في العضله الضمه. يرلا كورة بتقول كشف موقع غينيا نيوز ان فريق هورايا كوناكر الغيني اللي هيواجه النادي الاهلي في ذهاب دور ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا نجح ان هو يتاهل للمباراه النهائيه في بطوله الكاس المحليه قبل ايام من مواجهه النادي الاهلي في دور ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان اعرب احمد سراج الدين المدير الفني لناشئين النادي الاهلي مواليد 2001 عن سعادته بفوز فريقه على وادي دجله 4-0، تصدر الترتيب طبعا في مباراه الجوله الثالثه من بطوله الجمهوريه، وقال كمان ان هو حاول ان هو يشرك اللعيبه الراجعين من اصابات عشان يديهم الثقه بعد غياب فتره من اللعب. مكملين معاك، وطبعا اخبار النادي الاهلي لكن بعيدا عن كره القدم نروح نشوف بقى الالعاب المهمه في النادي الاهلي ملوك الصالات. هنبتدي مع الموقع الرسمي برضه للنادي الاهلي اللي بيقول انه بيخوض فريق النادي الاهلي لكره اليد الرجال مباراه وديه مع نظيره فريق الاولمبي النهارده العصر على صاله الامير عبد الله الفيصل الجزيره يوم الثلاث طبعا النهارده ضمن برنامج اعداد الفريق للموسم الجديد. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان صرح محمد الطيار حارس مرمى فريق النادي الاهلي لكره اليد الرجال ان الجهاز الفني حريص على الاهتمام باعداد اللاعبين من النواحي البدنيه والخططيه للمنافسه طبعا على البطولات، وفي تركيز شديد جدا من جانب اللعيبه على المشوار في الدوري طبعا مشوار الفريق في الدوري قبل ما ينطلق في البطوله الافريقيه للانديه واللي بتقام في كوت ديفوار وبيسبقها طبعا معسكر اعداد في المغرب. فاصل قصير ونرجع ان شاء الله نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا مره تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج في الفقره اللي جايه. اليوم السابع اتحاد الكره يجتمع لمناقشه طلبات صلاح الاسبوع المقبل. اتحاد الكرة يطالب الأندية بطرح التذاكر قبل المباريات ب 72 ساعة. اليوم السابع الكاف يجبر المنتخب على خوض مبارياته ببرج العرب. فيتو أجاري يجهز قائمتين لمواجهة سوازيلاند بتصفيات إفريقيا. يلا كرة أحمد ناجي ليلا كرة سنضم حارس رابع للمنتخب. اليوم السابع أحمد علي يدخل حسابات جهاز المنتخب قبل معسكر سوازيلاند. فيتو طلعت يوسف يطالب أمن الفيوم بالسماح للعودة لملعبه. وان تري وادي دجلة ينقل مبارياته لبتروسبورت بسبب الجماهير. الوطن سبورت فيفا يهدد صفقة انتقال لاعب الاتحاد السكندري للصفاقسي. سكاي نيوز انريكي يبدي رأيه بمودريتش ويقارنه بميسي. ريال مدريد أفضل نادي في أوروبا للعام الثالث على التوالي. سبورت 360 الاتحاد الأوروبي قرر إطلاق بطولة أوروبية ثالثة للأندية.
كورة، برشلونة يقدم طلب رسمي للعب في الولايات المتحدة. هنبتدي أهم أخبار الكورة المحلية من اليوم السابع، اللي قال أن مجلس الجبلية مستني عودة هاني أبو يدا رئيس المجلس يوم الأربعاء اللي جاي من أمريكا عشان يعملوا اجتماع ويناقشوا فيه طبعا أهم طلبات محمد صلاح وكيفية طبعا تنفيذ طلبات محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني. رامي عباس وكيل محمد صلاح كان بعت قبل كده خطابات لاتحاد الكورة فيها بعض المطالب الخاصة بنجم ليفربول سواء على المستوى الأمني أو كمان على مستوى الحقوق الإعلانية. كمان سوبر كورة قالت أن اتحاد الكورة بعت خطابات لأندية الدوري الممتاز لعام 2018 بيطالب فيها بخلال طبعا الخطابات دي طرح تذاكر المباريات قبل 72 ساعة من ميعاد المباراة عشان يكون في وقت أن هم يبيعوها وكمان وقت يوزعوها. ثروت سويلة من مدير التنفيذي لاتحاد الكورة قال أن هو تم التأكيد على الأندية بضرورة طرح التذاكر قبل 72 ساعة من ميعاد المباريات، خصوصا طبعا تذاكر الفريق الضيف وعددهم 500 تذكرة و 1500 تذكرة لطلبة الجامعات. اليوم السابع قال الاتحاد الافريقي الكاف طلب ضرورة تواجد جماهير في المباريات اللي بتتبع الكاف بنسبة 75% من ساعة الاستاد عشان يجبر مسؤولين اتحاد الكورة ان هم يعملوا مباريات المنتخب اللي جاي على استاد برج العرب، وبيستعدوا طبعا منتخب مصر لمواجهة سوازيلاند يوم 10 او 11 اكتوبر في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية 2019 في الكاميرون، وبعد كده هيكون في مباراة يوم 15 او 16 برضو بسوازيلاند في الجولة الرابعة في نفس البطولة. بيتو كمان قال ان المكسيكي اجاري مدرب المنتخب استقر على تجهيز قائمتين لمباراة سوازيلاند يوم 10 اكتوبر اللي جاي في تصفيات كاس الامم الافريقية. بيسعى اجاري ان هو يستعين ببعض اللعيبة في المباراة الاولى وبعد كده هيستعين بلعيبة تانية خلال المباراة التانية، وهتكون في برضو قائمة احتياطية. لين معاكم اهم اخبارنا المحلية، بنروح لاخبار منتخبنا الوطني الاول وبالاخص مركز حراسة المرمى. ويلا كورة قالت ان كابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى في المنتخب الوطني الأول قال إن هو بصدد ضم حارس رابع للمنتخب خلال الفترة اللي جاية وبالتحديد في مباراة سوازيلاند. وكمان قال كابتن أحمد ناجي فكرة ضم حارس رابع مش معناها إن في استقرار على الأسامي الثلاثة الأولى خلال الفترة اللي جاية، هيكون طبعا في متابعة لكل الحراس والأفضل هو اللي هيكون متواجد مع المنتخب الوطني الأول. ومعانا دلوقتي كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الأول. مساء الفل على حضرتك. خير يا سيما ومبروك برنامجك. الله يخليك يا كابتن احمد. انا طبعا ما كلمتش حضرتك من ساعه مباراه منتخبنا في مونديال روسيا 2018، كان لازم طبعا اكلم حضرتك وهنيك على اداء حراس منتخبنا الوطني الاول. يمكن ما كانش فيه اي حسنه في منتخبنا الوطني الاول غير في مركز حراسه المرمى، يعني طلعنا باسطوره كابتن عصام الحضري كان اكبر لاعب بيشارك في البطوله، وطبعا كان اداء محمد الشناوي نجم النادي الاهلي برضو اداء مشرف في المباراه، أخد مان أوف ذا ماتش في اللقاء. طيب الحمد لله، طبعا دايما أنا بقول إن المركز ده في مصر مطمئن جدا، في عندنا 7-8 خلاص إداري ممثلين منتخب ومنتهى الأريحية، ونتمنى لهم طبعا يكونوا ذات بشري كويس منتخبنا القومي إن شاء الله. طيب النهاردة عندنا خبر بيقول إن حضرتك صرحت إن هيكون في حارس رابع في قائمة المنتخب إن شاء الله في مباراة سوازيلاند. في طبعا احتمال احنا تيم ورك طبعا بنتناقش كونسيبت الاصلح ايه، لو كان يعني يسفل يعني ان احنا نضم حارس رابع هنعمل كده، اذا كان يعني كلام قلنا ان هنكتفي بثلاثه نكتفي بثلاثه، لكن انا ميال ان يبقى في حارس رابع ان شاء الله. طيب لو اتكلمنا عن الاختيارات مين؟ أوسا، عامر من ابو جبل، مهدي سليمان طبعاً. يعني يمكن اللعيبه او الحراس دول ظهروا قوي في من بدايه الموسم في الخمس جولات اللي فاتوا، عشان كده لازم نديلهم دفعه معنويه ونحسسهم ان احنا شايفينهم ممكن ناخد واحد من الاسامي اللي فوق يعني. كلهم يعني صبحي ماشي كويس، موسى ماشي كويس، عامر، ابو جبل، كلهم يعني ماشي كويس حقيقه، يعني عاملين مباريات كويسه صحيح، ومهدي كمان عامل مباريات كويسه حقيقي، والزنفولي عامل ماتشات كويسه، ماتشين الترجي يعني في كتير. انا قلت دايما بقول 7-8 حراس على مستواهم عالي جدا،
ويقدروا يكونوا موجودين يعني. صحيح بالظبط كده. طب احنا اخذنا بالنا ان اجيري من خطته الجديده دايما بيعتمد على صغار السن في المنتخب، يمكن استغنى كمان عن خبرات بسبب عامل السن. عامل السن هيكون عامل ازاي في حراسه المرمى؟ لا احنا دايما بنقول ان طبعا يعني انت تنزل بالمستوى الاعمار دي حاجه مهمه جدا، لانه عندنا بعد 4 سنين في 2022 كاس العالم. طبعا اكيد بتتراعي الحته دي، لكن في كل حاجه ليها اكسبشن يعني في كل مناحي الحياه يعني. صحيح. اذا كان حد يعني بارد جدا ويعني مقدم مستوى رائع و ليه لا يعني، لكن طبعا النزول بمعدلات الاعمار دي يعني ثبت. صحيح، يعني ممكن نلاقي حارس مرمى معدل عمره اقل بكتير طبعا لبناء المنتخب عشان ان شاء الله نقدر ننافس في 2022 كاس العالم القادم. طبعا هدف من ضمن اهدافنا ان احنا ننافس على كاس العالم، خصوصا ان الناس يعني شافت حلاوه ان الفريق يبقى في كاس العالم او الفريق يبقى في نهائي افريقيا. دي طبعا يعني واضح ان طموحات الجماهير اكبر من كده كمان يعني. صحيح. اتمنى ان شاء الله. بس كابتن احمد احنا الاسامي مثلا اللي طرحناها دلوقتي كلهم معديين تقريبا ال 30. ما يعني ال 30 ده في حراسه المرمى ده صغير. انا عارفه ان هو صغير، بس احنا لو بنتكلم عن معدل اعمار صغيره يمكن يكون اقل من ال 30 شويه. يمكن حراس المرمى ليهم يعني اكسبشن في الموضوع. صحيح، يمكن وشفنا اكبر مثال على ده عصام الحضري. وادى اداء رائع وهو في الخمسه. صحيح. 46 حتى. صحيح، بس يمكن هو حاله استثنائيه برضه. ولا معظم حراس المرمى في العالم هتلاقي يعني في حراس كويسين موجود. كابتن احمد نيجي في الاخر طبعا عايزه بقى اسالك بقى على حاجه مهمه جدا، اخبار تمت كريمه ايه؟ ده انت متابعه بقى. انا من زمان قوي. لا والله الواحد من دول مركز في الشغل، وانت عارفه السعر ده بيبقى ليه يعني ربنا بيبعت او ما بيبعتش يعني، فربنا يبعت ان شاء الله. طب اول ما يكون في حاجه جديده انا لازم اول واحده اسمعها. حاضر يا ناجي. حاضر. نورتنا كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول. نرجع تاني بقى لاخبارنا، لسه مكملين معاكم برضو اخبار منتخبنا الوطني. وكمان اليوم السابع قال ان احمد علي مهاجم المقاولين العرب دخل في دايره اهتمامات الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول بقياده خفيار اجيري عشان طبعا يضمه لمعسكر القادم لمباراه سوازيلاند. طيب كمان فيتو قال ان طلعت يوسف مدرب مصر المقصه طلب من اجهزه الامن في الفيوم ان هم يوافقوا على رجوع الفريق ان هو يخوض لقاءاته على ملعبه في المحافظه مره ثانيه، واكد يوسف مره ثانيه ان فريقه متاثر جدا باللعب خارج ملعبه بنسبه كبيره، وقال كمان ان محافظه الفيوم محافظه هاديه ومفيش فيها اي مشاكل عشان تستضيف مباريات الفريق، خصوصا طبعا ان هو مفيش بالنسبه ليهم حضور جماهيري كبير. كمان 13 قالت ان ماجد سامي رئيس مجلس اداره نادي وادي دجله اكد على نقل مباريات فريق الكوره من الكليه الحربيه لملعب بيترو سبورت حرصا طبعا منه على حضور الجماهير بعد ما رجعت مره ثانيه للمدرجات. وقال سامي على صفحه التواصل الاجتماعي الخاصه به الفيسبوك ان هو هيتم طرح تذاكر لحضور الجماهير في مباريات فريقه اللي جايه، وناشد طبعا الكل في مسانده دجله بدايه طبعا من مباراه المقصه. واختتم كلامه وقال قد لا نكون اكثر الأندية جماهيريا، لكننا بالتأكيد من أكثر الأندية التي تسعى لجذب الجماهير لتشجيعها. الوطن سبورت قالت ان الايفواري مانوتشو مهاجم الاتحاد السكندري طبعا دلوقتي صفقه انتقاله مهدده بسبب طبعا ان الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا خاطب نادي الصفاقسي التونسي وطالبه بعدم التورط في التعاقد مع لاعب لسه على ذمه نادي اخر. وقالت كمان مصادر تونسيه ان في مذكره قانونيه بعتت للفيفا وكان طبعا متوضح فيها الأسباب اللي دفعته للتعاقد مع اللاعب الايفواري.
كمان سكاي نيوز قالت ان لويس انريكي مدرب المنتخب الاسباني اشاد بالنجم الارجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونه ووصفه بافضل لاعب في العالم. انريكي قال خلال المؤتمر الصحفي خاص بمواجهه اسبانيا ضد كرواتيا في دوري الامم الاوروبيه ان ميسي هو افضل لاعب في العالم وبمسافه بعيده جدا عن بقيه اللعيبه، وانه لو هيتكلم عن لاعب مميز في منتخب كرواتيا فهيكون راكيتيتش ومش مودريتش. كمان آيس الأسبانية قالت إن رابطة الأندية الأوروبية اختارت نادي ريال مدريد الأسباني كأفضل نادي في أوروبا لسنة 2018 وده العام الثالث على التوالي. رابطة قالت إن ريال مدريد استحق التتويج بالجائزة دي في نسختها التاسعة بعد ما قدم موسم كبير في 2017-2018 قدر خلاله إن هو يفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الأسباني وكأس العالم للأندية وبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والثالثة أو الثلاثتاشر في تاريخه كله. كمان سبورت 360 قالت ان كشف مسؤول في الاتحاد الاوروبي لكره القدم النهارده على اطلاق بطوله اوروبيه ثالثه للانديه ابتداء من موسم 2021-2022، لكن القرار بانتظار مصادقه اللجنه التنفيذيه لليويفا، وجاء الاعلان ده بواسطه اندريا انيالي رئيس اللجنه الاقتصاديه في الاتحاد الاوروبي، واللي اكد ان البطوله الجديده هتزود عدد الانديه اللي هتلعب على الساحه الاوروبيه في كل موسم ل 96 نادي. وكورة قالت ان نادي برشلونة اتقدم بخطاب رسمي للاتحاد الاسباني عشان يعملوا مواجهة جيرونا، دي طبعا مواجهة ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا الاسبانية يعملوها في الولايات المتحدة الامريكية. قالت التقارير ان برشلونة وجيرونا ورابطة الليجا قدموا خطاب رسمي للاتحاد الاسباني لكرة القدم عشان يوافقوا على اقامة المباراة في امريكا، وقالت كمان ان المباراة دي هتكون يوم 26 يناير الجاي وهتقام على ملعب من ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية. دلوقتي بقى معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في الكلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا، ودايما طبعا بنتابع فيها اهم اللي نشر نجوم الرياضه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيهم. هنبتدي بالاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي كتب على صفحته على تويتر اليوم يوافق عيد ميلاد الكابتن صالح سليم، كابتن صالح رمز تاريخي لنادي القرن ومبادئه التي ستظل متوارثه في كل العصور. كمان نشرت الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الفيسبوك صوره للمايسترو صالح سليم وكتبت اليوم هو ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم احد اهم اساطيرنا، أثنى حياته من أجل الكيان ورسخ المبادئ فصارت سيرته يتوارثها أجيال بعد أجيال. كمان نشر وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي صورة دي على انستجرام من مطار القاهرة قبل السفر النهاردة لغينيا. كمان كابتن أحمد شوبير نشر على صفحته على تويتر صورة بيهني فيها متابعينه بالعام الهجري الجديد وكتب كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، عاد الله علينا جميعا بالخير والأمن والبركات. لاعب الأهلي برضو عمرو السولية كتب تهنئة على تويتر وقال عام هجري سعيد على كل الأمة الإسلامية تكون بخير. كتير طبعا من الصفحات الأندية الأوروبية برضو هنت الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. صفحة الفيفا على تويتر كتبت أطيب التمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد وكل عام وأنتم بخير. صفحة نادي ليفربول الإنجليزي برضو على تويتر كتبت نتمنى لكم أوقات طيبة وسعيدة مع الأهل والأصدقاء والأحبة ومع ريتس أيضا كل عام وأنتم بخير عام هجري جديد. نشرت كمان صفحة نادي بايرن ميونخ الألماني على تويتر تهنئة للمسلمين بالعام الهجري الجديد وكتبت نادي بايرن ميونخ يتمنى لكم عام هجري سعيد كل عام وانتم بخير. كمان صفحه نادي تشيلسي على تويتر كتبت نتمنى لكل متابعينا المسلمين سنه هجريه سعيده، وكمان احنا اكيد في قناه النادي الاهلي بنقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين. سريعا بقى نروح لمحترفينا في الخارج وهنبتدي مع نجمنا المصري محمد صلاح، واللي كتب النهارده على تويتر حد دخل تراب الماس الناس بتقوله طبعا قصه حلوه، ورد عليه بقى آسر ياسين بطل الفيلم وقال له عزومه سينما قصاد التيشيرت. طبعا دي خسرانه قوي بالنسبه لصلاح، يعني عزومه السينما دي ب 200 جنيه، صلاح ده بقى التيشيرت صلاح ب 2000 جنيه.
كمان صفحة نادي أرسنال الإنجليزي على الإنستغرام، فنشر صورة لنجمنا محمد النني بعد طبعا ما انضم لتدريبات الفريق مرة تانية بعد فترة التوقف الدولي. شارك فيها النني مع المنتخب في مباراة النايجر وأحرز طبعا هدف ضمن السداسية. كتبت الصفحة صفحة الجانرز: النني يسير في الطريق الصحيح مع مصر. كمان نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تويتر فيديو ترويجي لبطولة كأس العالم للأندية، تحث فيه الجماهير إن هم يشتروا تذاكر البطولة، وقالت: شاركنا الحماس وشجع فريقك للفوز بلقب كأس العالم للأندية. البطولة هتقام من 12 ل 22 ديسمبر في العين وأبو ظبي. إن شاء الله طبعا النادي الأهلي يكون موجود وجماهير النادي الأهلي يشتروا التذاكر دي. كمان نشرت الصفحة أو صفحة تشيلسي على تويتر عودة الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج مرة تانية بعد فترة التوقف، وكتبت إن عد الأيام حتى عودة البريمير ليج، وإحنا كمان طبعا أكيد بنعد الأيام وفي انتظار عودة الدوري الأقوى في العالم. كمان بقى في إنجلترا نشرت صفحة مانشستر يونايتد على الإنستغرام صورة لنجوم الشياطين الحمر الأربعة المرشحين للتشكيلة المثالية للفيفا في 2018: حارس ديفيد خيا، لوكاكو، باجبا وماتيتش. كمان صفحة نادي يوفنتوس على تويتر نشرت فيديو لتدريبات الفريق النهاردة وعلقت: البيان كونيري عاد للتدريبات تحت شمس كونتيناسا. كمان نروح بقى لأسبانيا نشوف بقى سيرخي راموس قائد ريال مدريد والاحتفال امبارح بظهوره الأول بتيشيرت النادي الملكي، ونشر صورة على الانستغرام لأبرز لحظاته مع الفريق وكتب: 13 عام وأشعر أنه كان بالأمس فقط، الذكريات ما زالت تتراكم والمزيد منها لم يأتي بعد. كمان نشر لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد صورة على الانستغرام مع مراته وابنه وكتب: فيتامين اف فاميلي. كمان الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على تويتر احتفلت بعيد ميلاد نجمها السابق الفرنسي إيريك بيدال، ونشروا فيديو للاعب وكتبوا: عيد ميلاد سعيد. برضو نشر واين روني لاعب دي سي يونايتد الأمريكي صورة على الانستغرام لولاده وقال: أول يوم مدرسة لأولادي في واشنطن. وكمان احتفلت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني على تويتر بعيد ميلاد النجم الكبير بيكنباور وكتبت: أسطورة النادي بيحتفل اليوم بعيد ميلاد، وعيد سعيد بيكنباور، نتمنى لك يوم رائع. دي بقى كانت أهم الحاجات اللي اتقالت وحصلت على السوشيال ميديا من امبارح لحد النهاردة. دلوقتي بقى معادنا مع فاصل سريع وهنرجع معاكم نستقبل ضيفنا أستاذ أسامة. طبعا هيكون معانا ضيفنا منورنا في الفقرة القادمة أستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهورية. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، ومنورنا ومشرفنا النهارده في الاستوديو استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهوريه. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، منورنا وربنا يخليك بوجودك. طبعا ربنا يخليك. النهارده طبعا ذكرى ميلاد المايسترو صلاح سليم، تفتكر له ايه؟ لا ما طبعا انت بتتكلمي على تاريخ، بتتكلمي على رمز، بتتكلمي على قدوه، طبعا فاكر له حاجات كثيره جدا. افتكر طبعا اهم حاجه واحنا صغيرين لما كنا بنتفرج على فريق النادي الاهلي ابيض واسود مش الوان ولا اتش دي زي دلوقتي، كنا بنفرح جدا لما نيجي نتفرج على ماتشات الكابتن صالح سليم والجيل العظيم. كنا بنتفرج على القياده، كنا بنتفرج على الاخلاقيات، كنا بنتفرج على الروح الجميله عكس اللي احنا بنتفرج عليه حاليا. مش الروح ولا الروح الفانيلا ولا الكلام اللي احنا الشعارات الكذابه اللي احنا بنجري وراها، لا انا فاكر له حاجات كثيره. افتكر له وهو مدير الكوره، افتكره هو رئيس نادي، افتكر طبعا اشهر حادثه لما التمرد لما حصل في فريق الكوره في النادي الاهلي واصر على ايقاف اللعيبه الكبيره ولعبوا باللعيبه الناشئين، وبرضه الاهلي عشان بيكسب بطولات كسب بطوله بيهم بطوله كاس مصر. افتكر ايام الكابتن الجوهري، ايام ما صعدوا حسام حسن وابراهيم حسن وطارق خليل والمجموعه الجميله ديت اللي اثرت في النادي الاهلي كتير. لا الكابتن صالح سليم كان قدوه، كانت كلمته واحده
وكان بأعضاء الأهلي وجماهير الأهلي حتى كانت بتلتف حوالين قراراته. ما كانتش بتعارض، بس هي كانت قرارات كانت بتطلع رزينة وكانت واضحة، حتى لو كانت خطأ كان الناس بتوافق عليها، لأن احترام القرار ده بيعتبر من أهم ميزات الأندية المتحضرة والمتفوقة زي فريق الكرة في النادي الأهلي. لكن النادي الأهلي زمان غير دلوقتي خالص من وجهة نظر حضرتك. الأهلي زمان، لا الأهلي زمان والأهلي دلوقتي يتشابهوا في حاجة واحدة فقط لا غير، اللي هي الألقاب والفوز بالبطولات. إنما الأهلي زمان بأخلاق مختلفة؟ طبعا الأخلاقيات، الروح، الإصرار. النادي الأهلي هو الأكثر التزاما في الدوري المصري الممتاز. مين قال إن إحنا عندنا جمهور؟ مفيش جمهور حاليا، إحنا بقى لنا سنتين ثلاثة من غير جماهير. وانا بتكلم على 150 متفرج وال300 اقول عليهم جمهور. جمهور ايه في استاد؟ احنا منظرنا كان وحش جدا في مباراه منتخب مصر والنيجر، لما يكون في 15,000 وتحس ان الملعب فاضي. تفتكر اصلا سبب عدم الحضور الجماهيري او توافد الجماهير على الملعب ايه؟ يمكن المسافه بعيده مثلا، ولا كان الجمهور عنده يعني حاله احباط من النتائج اللي شافها في كاس العالم؟ لا احنا طبعا في حاجات كثيره وعمل كثيره جدا، ولازم نكون واقعين ولازم نواجه نفسنا بيها. ما تجيش تقولي لي النهارده ان ما فيش اتوبيسات بتجيب من وسط ميدان اسكندريه عشان تودي ملعب برج العرب. طب ما انا عندي الملاعب هنا موجوده، عندي الدفاع الجوي موجود، عندي السلام. وفي منطقه سكانيه مكتظه، لو قلت 10,000 هيجي لي 100,000. صحيح. لا وانا هاجي اهرب واجي احط الاسباب على ان الجمهور كان متخوف، وهاجي اقول ان الجمهور يعشق كره القدم. صحيح. والجمهور بيلاقي نفسه في مباراه كره. ولا تعود بقى خلاص. لا ما تعودش، الجمهور عنده جعان كره قدم. الجمهور عايز يرجع يفرح تاني. احنا دي سهرات كنا بنقضيها. صحيح. دي كانت فسح لنا واحنا في الجامعه وطلاب في جامعه عشان نيجي نتفرج. حقيقي. على المباراه. لا ما نكذبش. القضيه وحتى لو عملتيه في الصحراء الغربيه وعايز الجمهور يروح هيروح. انما انا اوفر له السبل، ما اجيش اقطع عنه السبل ان هو يروح، واقول ان المباراه 15,000 متفرج او 10,000 متفرج. وفعلا كان موجود ال 10,000، بس انت كنت شايفاهم فين؟ في الملعب الكبير دوت مش باين حد. صحيح. ده احنا كنا تايهين. صحيح. لا الجمهور لازم يرجع، ويرجع بعادات كويسه، ولازم مبارياتنا تتلعب في استادات قريبه من التكدس السكاني. اقول مدينه السلام موجوده، عندي ملعب السلام، ملعب الانتاج الحربي، عند الدفاع الجوي، عند الكليه الحربيه، عندي اقوى ملعب في الشرق الاوسط اللي بيخط الدنيا كلها، ملعب استاد القاهره. ما نكذبش ونقول امن. صحيح. ونقول الكلام ده، لا نقول ان احنا لو عايزين نرجع نرجع. صحيح. طيب عايزين نتكلم بقى عن النادي الاهلي، وطبعا دلوقتي البعثه في الطريق لغينيا عشان مواجهه ورايا كوناكري الغيني في دوري ابطال افريقيا. حضرتك شايف اللقاء ده هيكون ازاي؟ لا ده انا بقول الله يكون في عونهم في الرحله الاول. بس هم واخدين كويس، هم واخدين طياره خاصه، يعني هم من هنا لغايه كازابلانكا الدار البيضاء 4 ساعات تقريبا، ونزلوا قعدوا ساعه ترانزيت عشان يحطوا يكمل الرحله الطياره، وبعد كده يكملوا الرحله في حوالي ساعتين ونص. انا رحت غينيا دي مره مع فريق حرس الحدود. وكنا راكبين طياره عسكريه، ما كانتش طياره مدنيه. قعدنا بالظبط 18 ساعه طيران، ما كانش يعلم بيهم الله ربنا. صعب قوي. نزلنا النيجر الاول، او نزلنا نيجيريا. وعملنا ترانزيت في النيجر بعديها على ما اعتقد، وبعدين وصلنا لغينيا. صعب جدا. قدام انت اكنك رايح امريكا الجنوبيه. لا مشوار صعب جدا، يعني الاهلي عشان يروح هياخد استشفاء على الاقل، ياخد له 12 ساعه 18 ساعه راحه. هيلعب مع فرقه محترمه جدا، ما عادش بقى الكلام بتاع زمان انا هلعب مع فرقه عاديه. هنيجي نقول تجربه مصر مع النيجر دي ممكن نروح نجربها هناك، الكلام ده مش كده. صحيح. الوضع اختلف. صحيح. الكره الافريقيه تطور. طبعا كمان الفرقه دي لسه صاعده لنهائي الكاس عندهم في غينيا. طب الاهلي بيلعب نهائي الكاس وبيلعب نهائي الدوري وبيلعب الصوبه. صحيح. الكره في غينيا اغلب اللعيبه الغينيين المحترمين المحترفين بيلعبوا في الانديه بره. صحيح. مش زينا، هم عندهم محترفين اكتر مننا. ولكن انت تشوفي حتى الاطوال بتاعه اللعيبه تلاقيها متدرجه، طويل فوق قصير، مش يعني عمليه متلخبطه. انما فرقه هتلعب بروح حلوه لان عندهم الاجواء لصالحهم، بيلعبوا بنغمه ان هم عايزين يتاهلوا للدور قبل النهائي، عندهم نفس الامكانيات، عندهم نفس الحظوظ، نفس الطموح ونفس الاحلام، يبقى احنا متساويين في دي. ولكن خبرة الأهلي الأفريقية هي اللي هتفرق معانا بإذن الله إن احنا نحقق نتيجة إيجابية
ونسبة الرطوبة عالية جدا هتأثر علينا. أكيد. بس عندنا غيابات كتيرة. يعني هنتمنى ان احنا نتغلب عليها بمجموعة اللاعبين المتواجدين حاليين ان هم يقدروا يحققوا نتيجة تريحنا في مباراة العودة ان شاء الله في برج العرب. ان شاء الله. في ناس كتير قالت ان النادي الاهلي القرعة خدمته ان هي ما وقعتوش مع فريق عربي. رأيك ايه في الكلام ده؟ طب انا هعمل ايه للقرعة؟ افرضي وقعت انا مع فريق عربي، كان هيقولوا ان القرعة خدمت النادي الاهلي اللي ما وقعش مع فريق افريقي. يا جماعة الناس دي، انا عايز بس اتكلم في حاجة. الفرق العربية اللي بنتكلم عليها كانوا ثلاثة. كده كده هنقابلهم مع اللي عايز يوصل للنهائي ويكسب بطولة هي عادي. طب ما انا ما لعبت مع الفرق العربية. وحظي ان انا لما تفوقت على الترجي التونسي مش هلعبه تاني. صحيح. اتبقى فرقتين، الترجي وقع مع النجم مثلا ساحلي وفاك ستيف هيلعب او فاك ستيف هيلعب مع فرقة افريقية. ايه بقى احنا، هي ايه حكاية القرعة؟ طب ما هي القرعة لابد انك انت البطل اللي لازم يفوز، لابد ان يفوز على الجميع. طبعا كلام مالوش اي اساس، وعلى يعني على ما اتصور الكلام ده مالوش ناس رياضيين. صحيح. ده الناس اللي هم بتوع الفيسبوك، ممكن تويتر، بتوع الواتساب، الكلام ده لا. انما الكلام المنطقي، انا عايز اكسب بطوله، هلاعب اقوى فرقه في العالم، ما يهمنيش. صحيح. طيب المباراه القادمه حضرتك تتوقع ان كارتيرون هيديرها ازاي؟ هل هيكون عنده تحفظات مثلا فلعبه، ولا هيلعب مباراه مفتوحه؟ أنا مش عايز أظلم المدير الفني كارتيرونا أولا، مش عايز أقول إن الراجل دوت لسه ما خدش على الفرقة، لا هو طبعا أكيد بقى لم 90-95% من المعلومات عن هذا الفريق. صحيح. والراجل ده عشان أحكم عليه لازم أديله من 7 جولات ل10 جولات عشان أقدر في الدور. طب هيروح يلعب مع الفرقة دي إزاي؟ هو أنا هروح أجازف عشان اشيل نتيجه تقيله وارجع؟ ده شيء طبعا. في حاجه تانية، ان الراجل محقق نتائج لحد الان انا بعتبرها نتائج، 4 انتصارات. وده ما حصلش في تاريخ الاهلي. صحيح. ما حصلش حتى. صحيح. بمجموع المباريات اللي احنا لعبناها لحد الان. صحيح. الراجل ده محقق كويس، ولكن انا برضو ليا تحفظات على الاداء. بس امتى احكم على هذا الفريق وعلى هذا المدير الفني؟ بعد مرور 9 جولات ل10 جولات. ده العلم اللي احنا يعني العلم اللي ممكن نتكلم فيه في كره القدم. الاهلي مش نادي صغير، الاهلي نادي كبير وليه جماهيريته، بس احنا ما نجريش ورا الحته ان الراجل هيلعب ازاي. طب انا ايه تتوقع الطريقه اللي هروح يلعب بيها من خلال مشاهدته لهذا الفريق؟ صحيح. لا، شايف انه فرقه محترمه جدا، وان توصل حوريه الغيني ان هو يوصل لدور الثمانيه ده انجاز كبير جدا للكره الغينيه. صحيح. طب يبقى انا اللي مطلوب مني ايه؟ احترمه ولا يعني اتناسى هذا الاحترام؟ لا، انا هحترم هذا الفريق وهلعب معاه بطريقه متزنه حتى دفاعيا. صحيح. ان شاء الله ارجع بنقطه التعادل واعرف اعوض هنا على ملعبي. صحيح. وان قدرت اكسب هكسب. اكيد اكيد. هنرجع نتكلم مع حضرتك تاني طبعا عن اللقاء ده، لكن هناخد فاصل ونرجع نكمل تاني. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ولسه معانا ومنورنا ومشرفنا استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهوريه. مساء الخير على حضرتك مره ثانيه. مساء النور على حضرتك مره ثانيه. طيب نرجع بقى للكلام عن كارتيرون وازاي هيدير لقاء القادم للنادي الاهلي قصاد هورايا كوناكر الغيني في دوري ابطال افريقيا. حضرتك كنت بتقول ان لازم يكون بيحترم الفريق طبعا المنافس بطريقه كبيره، لان احنا لازم على الاقل اقل حاجه نرجع بنقطه التعادل. هو احترام الخصم دوت انا بتصور ان هو ده من يعني من القدرات الخاصه ومن الذكاء التدريبي، انك انت لازم تحترم اللي قدامك. طالما احترمته هتعرف تتعامل معه وتواجهه. وانا قلت احنا الظروف اللي هي الطبيعيه، الطقس، الكلام ده تبقى ضدنا، حتى ملعب الكره اللي بيلعبوا عليه ده هيبقى ضدنا، مش مع الجماهير اللي احنا مش متعودين عليها بقى لفتره ضدنا. بعيدا عن افريقيا اتطورت يا جماعه، بس مش قوي كده. يعني عايز اقول لحضرتك ان انا كنت مثلا مع المنتخب في امم افريقيا في الجابون، يعني افريقيا صعبه جدا جدا جدا. انت بتتكلمي على اللي هي الحياه الاقتصاديه ولا بنتكلم على لا بتكلم على الحياه عامه؟ لا لا لا، كل حاجه، عن الجو اتطوروا. عن العيشه، عن الفنادق. معلش يمكن انت حظك انك رحت الجابون، انت ما رحتش رواندا، ما رحتش غينيا ديا، ما رحتش اثيوبيا حتى اللي بنتكلم عليها، الكاميرون، كوت ديفوار، السنغال. يا جماعه في تطوير جامد جدا. بس نرجع للأهم شيء،
إذا تعامل هذا الرجل باحترام لهذا الفريق أنا بقول لك نتيجة إيجابية للأهل إن شاء الله. إذا تهاون أو لعب بطريقة إن إحنا ضمنين إن إحنا نتأهل أنا بقول لك لا توقع نتيجة مختلفة. أنا اللي يهمني مصلحة الأهل. صحيح. سواء كنت كإعلامي أو محب أو من جماهير الأهل لأن أنا عاشق للأهل والعيلة كلها أهلوية عندنا. اللي بقول برضو فيه وبعيد فيه احترام هذا الخصم هيفيدني جامد جدا وانا اتمنى ان الموسم ده بالذات ان انا اكسب البطوله. طيب احنا معانا دلوقتي استاذ حسام زايد نائب رئيس القسم الرياضي في الشروق نتكلم معاه عن اهم منشتات بكره. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا شيما ومساء الخير على الاستاذ اسامه صقر طبعا وتحياتي لكل الساده مشاهدي قناه الاهلي. في البداية كده عايزه اعرف من حضرتك اهم المنشتات اللي ان شاء الله هتكون موجوده بكره في الشروق. تمام طبعا يعني في اكتر من موضوع مهم مهتمين بيهم بكره في صفحه الرياضه في الشروق. اكيد. يمكن البدايه من اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي النظام الاساسي بنتكلم عن انه مجلس الاداره اعتمد خلاص اخر التعديلات استعدادا لطرح اللائحه ان شاء الله يوم 28 سبتمبر امام الجمعيه العموميه طبعا بعد مناقشات كبيره شهدت مشاركة تقريبا أغلب طوائف المجتمع مش الأهلوية بس كمان يعني حتى الشخصيات العامة الفنانين اللاعبين القدامى الرؤساء القدامى أيضا كمان اللجنة الأولمبية فخلاص مجلس الإدارة اعتمد المشروع النهائي تمهيدا لطرحه أمام الجمعية العمومية. كمان بنتكلم عن الموضوع اللي كنتم بتتكلموا عنه حضراتكم دلوقتي عن بعثة النادي الأهلي في كوناكري وصول البعثة طبعا و الاستعدادات للمباراة المهمة في دور الثمانية يوم الجمعة. واعتقد انه الاهلي بحجمه وشعبيته هيعرف ازاي يتعامل مع المباراة خارج ملعبه ان شاء الله باذن الله. تمام كمان عندنا طبعا الكلام العادي اللي هو تقديم مباريات بكرة ان شاء الله في الدوري في خمس مباريات استكمال الاسبوع السادس من الدوري. صحيح. كمان في خبر عملنا متابعة عليه اللي هو يعني أعلن منذ قليل عن أنه مباراة منتخب مصر مع سوازيلاند هتكون يوم 12 أكتوبر في استاد السلام في القاهرة ودي يمكن أول مرة هيلعب منتخب مصر في القاهرة من فترة تقريبا لأنه كان أغلب خبر حلو أهو بالضبط كان المباريات دايما بتكون في استاد برج العرب فأعتقد دي يعني عودة حميدة للجمهور للقاهرة بالضبط يعني هيكون الموضوع قريب على الجمهور أنه يتواجد بكثافة وفي رأيي أو في اعتقادي أنه عزوف بعض الجماهير عن حضور المباراة الماضية في أمام النيجر في برج العرب أعتقد ده كان دفع كبير أنه المنتخب يرجع يلعب في القاهرة مرة ثانية وأنا شايف أن ده خبر مهم جدا يعني. صحيح بشكرك جدا. يمكن أبرز الأخبار اللي عندنا يعني. بشكرك جدا أستاذ حسام زايد نائب رئيس القسم الرياضي في الشروق. مرة تانية ونتكلم عن النادي الأهلي واللقاء القادم إن شاء الله في دوري أبطال أفريقيا. طيب لو جينا نقيم كارتيرون على قيادته للنادي الأهلي سواء طبعا في الأربع مباريات اللي فاز فيهم في دوري أبطال أفريقيا أو في الخمس جولات اللي لعبهم في الدوري المصري الممتاز تقييمك إيه؟ ما أنا قلت لحضرتك من الصعب أن احنا نقيم في هذا التوقيت ما احنا ممكن نظلم الراجل. صحيح. أو ممكن نديله أزيد من حقه لأن أنت بتتكلمي النادي الأهلي ده يختلف عن بقية الأندية أن هو نادي له قيم وله مبادئ وله بطولات وله ألقاب ومطالب ببطولات مش هينفع ان السنه دي مثلا ان احنا نخرج من ما نبقاش ابطال افريقيا للانديه ما ينفعش ان احنا ما نلعبش في بطوله العالم للانديه. صحيح. الابطال صحيح فيعني انا يعني عايز اهرب من سؤالك وعايز اقول ان كارترون لازم نصبر عليه لفتره بس اذا كانت المباراه دي لوحدنا عايزين نقيم فيها انا ممكن اقيم في المباراه دي بس ما اربطهاش بالمباريات الثانيه ولا الدوري المحلي. صحيح. لان احنا شايفين الدوري المحلي انا عن نفسي مش متفائل تماما ان الدوري ده يستمر. ليه؟ لا ليه دي هنقولها بعد ما اقول كارترون. طيب كارترون مدرب فرنسي محترم الراجل ده عنده امكانيات كويسه جدا. صحيح. عنده حلول وعنده حلول بس الظلم اللي بيقع عليه حاليا ان هو بيجي بعد مدربين محققين بطولات للاهلي ولكن الاهلي يا جماعه تم يعني انت عارفه اللي بيخلي عظام فرخه حصل ده في الاهلي السنه اللي فاتت لما مشوا النجوم وحصلت المشاكل والمزايدات والاشكال اللي دخلت في كره القدم دي اللي احنا مش عارفين ازاي جت
ان احنا بنتكلم ان الراجل جاي في توقيت بيعيد ترميم وبناء النادي الاهلي مش النادي، اقصد بيه طبعا فريق كره القدم. فالراجل دوت عشان اقيم فيه انا لازم اديله مجال واديله فرصه، صحيح، وقتها هقدر احكم على هذا الرجل. الراجل ده عنده صفقات لازم يعملها، عنده تدعيمات، وما يحدث من قبل الاتفاقات. تتكلم على الاصابات، لم يحدث في تاريخ الاهلي هذا الكم من الاصابات. انما نيجي نتكلم على التربطات الجديده، في ناس عندنا ممكن تمشي وفي ناس لازم اجيب البديل بتاعها. المراكز بقى اللي محتاجه تدعيم من وجهه نظر حضرتك حاجه ضروريه جدا. انا عودت نفسي من يوم ما تعاملت في الاعلام ان انا ما تدخلش في امور فنيه، انا كناقل خبر. ولكن لما بيجي احط لنفسي المجال ان انا اتكلم، يعني النهارده بتتكلمي الراس الحربه في النادي الاهلي، انا عندي اقوى ثلاث رؤوس حربة موجودين، ومع ذلك أفاجأ بالميديا بتكتب ان الاهلي تفاوض لضم راس حرب. ده انا عندي مروان محسن، صلاح محسن، وصلاح محسن أزارو. وعندي أزارو، صحيح، والثلاثة من عمرهم هيلعبوا مع بعضيهم، صحيح. الأماكن الثانية هي الإصابات اللي عاملة لي الأزمة، يعني عندي ابتعاد رامي ربيعة، ده أفضل مدافع في تاريخ الكرة المصرية، صحيح. عندي وليد سليمان، عندي مؤمن زكريا لو رجع لحالته الطبيعية، يبقى مش هنحتاج صفقات. ولكن انت بتعملي ردة الفعل، لا قدر الله مشي لعيب أو اثنين أو ثلاثة، عندي لو أجايب متواجد، ده أنا عندي لعيبة، بس للأسف هي الإصابات اللي لعبت دورها ضد فريق الكرة بالنادي الأهلي. لكن حضرتك مش شايف ان في مركز بعينه محتاج ان هو يدعم في الميركاتو القادم؟ ما انت لازم هتدعمي، لان بقيه الانديه هتدعم. انا شايف انديه بتجري من الادف خمس صفقات وست صفقات. بس برضه في الميركاتو اللي فات النادي الاهلي كان مكتفي بصفقات قليله جدا، اقل يعني ما بين الانديه المصريه. لو في لعيب انا شايفه احسن من اي لعيب موجود في النادي الاهلي، نجيب. انا شايف ان لعيبه الاهلي ديت انا بعتبرها من الستار ومن درجة السبع نجوم مش خمسة. شايف الأرقام دلوقتي بتاعت الانتقالات عاملة ازاي؟ لا احنا ما احنا حذرنا من البداية وقلنا. من امتى؟ قلنا قبل ما تدخل، ما يدخل فرقة الفريق الجديد اللي محطوط معنا في الدوري اللي هو بيراميدز. وقلنا يا جماعة خلي بالكم، هل الاقتصاد المصري يستحمل هذه الصفقات ولا لا؟ محدش سمع. انت بتتكلمي في أرقام النهاردة بملايين. مين انا اللعيب المصري؟ هل الدوري المصري يساوي؟ لا ما يسويش. انا اكتر لعيب في مصر يوم ما تقول عليه مليون جنيه يبقى انت حطيتيه في رقم عالي جدا، اما توصله لي 40 و35 و54 مليون على اي اساس؟ ده انت داخل تضرب الرياضه المصريه، داخل تضرب الكره المصريه. لا يا جماعه فوق، وخلي بالكم الموضوع دوت مش هيعدي بسهوله، لان الرياضه المصريه لو انهارت اقتصاديا، انا بتكلم عن الرياضه فقط لا غير، لو انهارت اقتصاديا احنا هنكون في ازمه، وهتتحملها القياده اللي موجوده عندي من وزاره الشباب لاتحاد الكره للجنه الاولمبيه، لا تتحمل هذه المشاكل. طب حضرتك كنت بتقول لي ان ممكن ان مسابقه الدوري الممتاز ما يكتملش. لان المنظومه فيها اخطاء كبيره ابتدت تظهر دلوقتي. ابتدت تظهر الضغوطات اللي معموله على الفرق من كثره البطولات اللي بيجي يلعبوا فيها. ابتدى نتكلم على الارقام الماليه اللي عملت احتقان وعملت فتنه بين اكبر ناديين اللي هم الاهلي والزمالك، صحيح. بنتكلم على عمليه الخطف والنتش اللي بتتم حاليا ما بين الانديه واللاعبين. الحته الثانيه بتكلم عليها ودي اهم شيء ولابد يتعمل لها مؤتمر كبير جدا ويتناقش، اللي هو موضوع التحكيم. التحكيم شفت بقى الكوارث اللي كانت في مباراه الاهلي؟ مش الكوارث، لا اصل احنا تعاملنا غلط مع المشكله في مباراه الاهلي. انما القياده هنا لو موجوده وبتصدر بياناتها بسرعه، اللي هي اتحاد الكوره، امنع رئيس لجنه الحكام يتكلم، امنع الحكام تتكلم، امنع المشرف العام على لجنه الحكام ان يسكت ويلتزم الصمت. هي ابداع كره القدم في العالم ايه؟ هي لذتها في اخطاء التحكيم. ما فرنسا تاهلت لكاس العالم على حساب ايرلندا وتيري هنري جاب الكره الجون بايده. مارادونا ما جاب الجون وتاهل للدور قبل النهائي وكسب كاس العالم وجايب الجون بايده في انجلترا. بتتكلم على اخطاء ومشاكل الدنيا، ولكن طريقه التعامل، الثقافه هنا هي دي اللي ممكن تخلي الاحتقان وتخلي المشاكل في حال عوده الجماهير.
سيمفونيات هتسمعها في المدرجات. هيشتموا في الحكام وهيشتموا في اتحاد الكوره وهيشتموا في الانديه المنافسه وده والعكس. يعني حضرتك كنت شايف ان عادي ممكن نتقبل الكوارث التحكيميه دي؟ ما انا اتقبل وبعدين ما اطلعش النهارده اجي اقول ان الحكم اخطا. لا ده الحكم يعني ابراهيم نور الدين ده راجل صديق شخص ليا وعزيز عليا جدا. ولكن هو انا لما اجي انتقده بشتمه؟ ما بشتموش. احنا صداقه، الصداقه شيء والعمل شيء تاني. انا بنتقد النهارده اخطات خطا فادح جدا. ما تجيش تطلع الكلام وتلاقي قنوات تطلع عشان ضد الاهلي، اصل مش بتتكلم على لسان ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين لم يصرح باي تصريح لحد توقيتنا الحالي. واتحدى واراه ما تكلمش. وكل زمايل ابراهيم نور الدين حتى من الحكام المحترمين جدا، كابتن سمير محمود عثمان، كابتن ياسر عبد الرؤوف، حتى لما اتكلموا اكدوا ان ابراهيم نور الدين ما اتكلمش. ابراهيم نور الدين اخطا في مباراه وادي دجله. طب ما الاهلي كانت بتبقى له اخطاء برضه في مباريات بس ما كانتش بالقوه دي. بس يا جماعه لازم تفهموا ان في قوه كبيره في الكره المصريه، فيها اهلي هنا طرف وفي زمالك هنا طرف وفي اتحاد كره بمنتخب وطني طرف ثالث. مش الانديه دي اللي ما ينفعش انك تظلمها. ولكن لو عالجنا الامور صح كانت الازمه دي انتهت في وقتها. صح ازاي بقى؟ ان انا اصدر بيان بسرعه. ان المباراه دي حصل فيها كذا وحصل فيها كذا وفيها اخطاء واللي واللي واللي. مش هاجي اتكلم على انا بتكلم على مباراه دجله بيجي يقول لي ده مباراه الجيش مش عارف في سنه 12 ولا سنة 13 الاهلي يكسبها باخطاء تحكيمية. ايه اللي إيه الكلام ده؟ احنا انتوا بتتكلموا مع عقول ناس ما بتفهمش. لا ده النهاردة اقسم بالله المستمع والمشاهد والقارئ اذكى من المحلل واذكى من المذيع اللي بيشتغل او المعلق اللي بيشتغل في التلفزيون. وعارف كويس جدا ده اتجاهه ايه وده اتجاهه ايه وده اتجاهه ايه. صح. ولكن تعال شوف العالم فيه ايه. برشلونه يكسب ريال مدريد عادي، ريال مدريد يكسب برشلونه عادي، مانشستر يونايتد مع تشيلسي ما فيش اي مشكله. فلذلك ما فيش احتقان بره، ولكن ادي رايك واتكلم. انما النهارده انت مدخلي في منافسه وتيجي تقول لي النهارده ايقاف الحكم مش عارف ايه، والحكم ده خد النادي بتاعه خد مليون جنيه قبل المباراه وبعد المباراه. مين اللي يصدق المعلومه دي؟ هل معاك ما يؤكد لك ان الكلام ده؟ هل عندك ادله ان الحكم حصل؟ لا الحكم ما حصلش كده، ولكن الحكم اخطا. ابراهيم نور الدين اخطا خطا فادح جدا ان هو حتى شاف ضربه الجزاء دي. يا جماعه ده لو على الطريق السريع هتحصل جريمه قتل بواضحه زي الشمس. والهدف اللي جايبه الاهلي لما قعدوا يتكلموا وعملوا لك خط وهم معوج ومن احنا جايبين بالمسطره والقلم وقسنا ما بين خط المرمى وما بين الخط الوهمي هنا وبين اللعيب طلعت مسافات كبيره جدا. لا احنا مش الاحتقان مش هيبقى كده. الاحتقان ان انا او انا الصح متعصب للاهلي ادافع عن الاهلي. صحيح. متعصب لنادي تاني اتعصب له وادافع عنه. انما بالطريقه ان احنا هندخل في مناوشات وكلام مش هينفع. فانا اتصور ان استمر هذا الحال خلال الفتره اللي جايه لا الدوري مش هيبقى. طيب يعني برضه انا مش قادره افهم حضرتك، هل حضرتك مع يعني توقيع عقوبه على الحكام في حاله ان هم اخطاوا في المباريات يعني اخطاء كارثيه زي اللي احنا شفناها دي، ولا الموضوع برضه هيمشي زي هيطلعوا ببيان يقولوا فيه ايه؟ هو البيان بيقول ايه؟ ان الحكم اخطا. انا ما اقولش عقوبه وما يقدرش يقول فيه عقوبه. واتحدى في اتحاد الكوره او في اي اتحاد في العالم انه يطلع يقول ان الحكم ده توقف عشان كذا كذا. لا انا وقفه وقراراتي دي سريه ما تعلنش. وانت هتاخد بالك الراجل ده بقاله شهرين بقاله ثلاثه ما بيحكمش مباريات. افهمها بقى. انما انا ينفع اجي اقول انا ما اقصدش حاجه ان قاضي الملعب دوت اخطا؟ ده انا عملت جريمه. ينفع ان انا اجي اقول قاضي بيحكم في المحكمه وعمل حكم على بس في اختلاف كبير قوي. في اختلاف كبير قوي. مفيش اختلاف نهائيا، ده قرار مصيري. المباراه دي الحمد لله انا مش في نهايه الدوري. الحمد لله انا مش في كاس مصر. مش مباراه فاصله. لا انت بتتكلم ايه؟ ما انت بتشوفي في افريقيا اعجب من هذا. ولكن لازم نتعامل بحكمه وبسعه صدر، دي اللي بس عشان
تمشي عشان الدنيا تمشي شويه. طيب بعد مرور 5 جولات من الدوري المصري الممتاز، شايف ان في ملامح للمنافسه على المربع الذهبي؟ ما انا قلت لحضرتك، انا قلت من 9 جولات ل 10 جولات دي احنا ممكن نتكلم فيها عشان نشوف. انما المربع الذهبي معروف هي ظهرت دلوقتي الانديه اللي هتنافس. مين؟ انا نمره 1 اهلي، صحيح، الزمالك، انا بتكلم عشان دول تاريخ طبعا، يتحط معاهم سموحه رقم 3، حط الانتاج الحربي، حط النادي الجديد اللي هو بيراميدز، دول الخمسة. لا الاسماعيلي لا، مش كره في الاسماعيلي، ده انا زعل على الاسماعيلي، هي دي الكره اللي بيلعبها الاسماعيلي. الاسماعيلي ده اللي كان بعبع وبيكسر الدنيا وبيكسب اهلي وزمالك وبيكسب هنا وهنا، لا مش بالمستوى اللي، لا الاسماعيلي يعني تم تفريغ الاسماعيلي، فضلوا ان هم يجمعوا المال اكتر والنبره بقى والنعره اللي هي بتقول اسماعيلي ده فريق، الاسماعيلي دي ولاده، خليها تولد زي ما تجيب، تجيب اللعيبه وتاخدها الانديه الكبيره منه. لا صعب الاسماعيلي. طيب لو سالتك مين اللاعب اللي لفت نظرك في النادي الاهلي هتقول لي مين؟ في الفتره انهي؟ الفتره اللي فاتت دي في الخمس جولات من الدوري المصري الممتاز. بمنتهى الامانه؟ ميدو. ميدو. ميدو جاب. شايف ان هو افضل لاعب ظهر في الفترة دي ومقتنع بيه تماما. بس ياخد فرصته ويستمر بس في الملعب، ومعاه صلاح محسن. صحيح. نروح بقى لمنتخبنا الوطني الاول ومباراة النيجر، شفت اللقاء ده ازاي؟ السداسية النظيفة. هو كان منتخب مصر كان بيلعب مع النيجر مش كده؟ لا ما اشك ان كانت النيجر جات اساسا يعني. ولكن انا كنت اللي متاكد منه ان كانت في روح جميله، والاول مره في تاريخ اتحاد الكره ينظم مباراه بهذه الروعه وبهذا النظام سواء داخل المعسكر او خارج المعسكر. انا ضد كل من هاجم وكيل محمد صلاح. ضدهم؟ انا كل ضدهم عشان دي المصلحه. هم عندهم مصلحه خاصه. انما الراجل اللي جاي دوت عنده مصلحه هو راخر رامي عباس دوت اللي وكيل محمد، بس انا بديك فلوس وانت بتديني شغل. صحيح. مقابل قصاد مقابل، انا النهارده الشركه الراعيه ليك. انما انت المره دي لما جه الراجل طالب بحقوق اللعيبه المحترفين والتامين وهذا الكم من الاحترام للعيبه المحترف، اللعيبه اتفرغت للمباراه، احنا اتفرغنا للمباراه، بل بالعكس لما تفرغت جبت 6 اهداف، على ما تفرغناش كنا هنكسب 1-0 بالعافيه من ضربه جزاء في الدقيقه 98 ولا 99 من المباراه. انما الشكل كان جميل واداء الفرقه حلو والاختيارات، هذا المدرب المكسيكي محترم محترم، بس ادوله الفرصه. مش معنى ان كسبنا النيجر 6 ان هنكسب كل المنتخبات بالنتيجه دي، لا ده احنا لسه في البدايه ونعتبرها فعل خير ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاول باذن الله في اللقاءات القادمه. استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهوريه، نورتنا النهارده في كلام جميل. والله انا سعيد جدا ان انا كنت معاكم وبشكر حضرتك. استمتعنا بوجود حضرتك معانا، بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره باذن الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.